لو جينا قارنا كده خطوط، يعني خط هجوم النادي الاهلي مقارنه بخط هجوم نادي الزمالك، خط الوسط مقابل خط الوسط، وخط الدفاع مقابل خط الدفاع، وحراسه المرمى. هو طبعا انت عندك، نبدا بحراسه المرمى الشناوي وصبحي عواد. انا شايف يعني لو هنتكلم على الخبرات ممكن عواد اللي يخش يبقى هو اقرب من صبحي. لا الشناوي هيكسب طبعا، الشناوي افضل جون في مصر على الاقل، ثقته كمان في نفسه كبيره جدا. الخطوط بقى، ما بين الخطوط وبعضها، انت بتتكلم على السرد باكات اللي ورا، بتتكلم عن رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وبتتكلم الناحية التانية يتهيألي الونش طبعا من بره، أنا عارف إن هو مصاب لسه. إحنا عندنا التشكيلة كانت المتوقعة، لو الشباب ممكن نستعرضها هنا. طيب إحنا عندنا عمر جابر، وعندنا حمزة المسلوسي، وعندنا محمود حمدي الونش. طبعا الونش اعتقد هيكون مش في الحسابات. حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، احمد محمود، محمد حمدي، ومحمود بن تايك. انا شايف ان التشكيل، لا حته المقارنه هتقارن ما بين اللعيبه نفسها. مثلا حسام عبد المجيد ده تشكيل الزمالك متوقع. انا شايف ان حسام عبد المجيد يلعب كويس، بس لو قارناه مع مستوى رامي ربيعة الفتره دي، رامي بيهدف، عنده حته ان هو بيطلع يزيد ويجيب جوان، فدي طبعا بتزوده وبتعليه جدا. بتتكلم مثلا عن ياسر ابراهيم وحمزه المسلوسي. لا حمزه المسلوسي يمكن في حته خط الظهر دي عنده شويه سرعه، لكن في الكور العاليه اقل من ياسر ابراهيم. فحته دي يعني يمكن المسلوسي عنده، حمزه المسلوسي عنده حته ان هو السبرنت بتاعه كويس، الكلام ده كله، بس هيلعب على مهاجم وسامة. انا شايف مهاجم كويس جدا، مكسب كبير للنادي الاهلي. اي خط ظهر لازم يحترم الراجل ده، لان في اي وقت بيعرف يجيب جون، في اي وقت مهاجم من طراز محترم يعرف يجيب جون من نص فرصه. فدي اللي هتختلف ما بين الخط الظهر في الناحيتين. يعني انا شايف بيفكرني الستايل بتاعه، لو تفتكر ازارو المغربي. وليد أزار بس وليد كان متسرع شويه، كان سريع وقوي كل حاجه، لكن كان متسرع قدام الجون. انما وسام بيعرف يجيب جون، عنده كده يعني من خامه الكابتن حسام حسن في حته التهديف على الجون، هادي بيعرف يجيب جون. انما كان وليد كان عنده سرعه، لكن كان ممكن قدام الجون بيجي يتكهرب شويه. فدي بتختلف عن دي. الاهلي عنده فرد مهاجم كويس، الزمالك عنده فرد ولكن مش بحجم وقيمه الفرد بتاع النادي الاهلي، يعني سواء حسام او التونسي الجزيري يتهيألي يعني. بس طبعا دي الخطوط. خط الظهر بالنسبه للاهلي والزمالك، خط الظهر بتاع الاهلي افضل. انا شايف ان لو لعب الزمالك بالتشكيل ده، عمر ناحيه الشمال ومحمد الشحات ناحيه اليمين، يتهيألي ان دي خساره ان احنا عمر المفروض يلعب ناحيه اليمين، لان عمر اصلا باك رايت. الشحات يلعب في نص الملعب، ما يلعبش هنا خالص، ما يلعبش في المكان ده. وناصر ماهر انا شايف برضو ان ناصر ماهر. ومين اللي يبقى في الباك ليفت؟ محمد حمدي. انت جايب لعيب اصلا معتمد عليه، هتعتمد عليه في الدوري. انت دي بالنسبه لك بطوله وكل حاجه، بس انت رحت جبت لعيب بملايين عشان خاطر يلعب. فانت بتلعب واحد بيلعب برجله اليمين في ناحيه الشمال، دي يتهيألي ان هتبقى خطأ كبير جدا. فانا شايف ان محمد الشحات يلعب في نص الملعب، لان ناصر عنده بطء شويه وعنده حته دفاعيه قليله، ما هيش حته عاليه. هو لعيب حريف، فلما يبقى لعيب حريف بيبقى حته الدفاع عنده قليله، مش هتبقى زي حته الدفاع عند محمد شحاته. محمد شحاته عنده حته الدفاع كويسه، فهيبقى موجود في المكان ده. يتهيألي ان هو هيفيد الزمالك اكتر مع نبيل عماد. دونجا طبعا، دونجا انا شايف عايز تطلع ناصر ماهر مكان عبد الله السيد، سائط ورا المهاجمين. ناصر يبقى مكان عبد الله، والشحات ينزل ويلعب محمد حمدي. عبد الله انا اتفرجت عليه اخر ماتشين، عبد الله بعيد جدا عن مستواه بسبب ان ممكن ما اعرفش برضه عشان خاطر السن وحكم السن. يعني لو كان الكلام ده من 10 سنين كنا قلنا عشان عبد الله لسه ما وصلش لمرحله التاهيل ولسه بادئين دوري، فدي مأثره عليه. لكن حته السن هي دي اللي تخلينا نقول عبد الله، هل عبد الله فعلا الريتم ده اللي هيبقى موجود فيه طول السنه ولا لا؟ لو الريتم ده، لا عبد الله لازم يفكر من دلوقتي ان هو يبعد عشان خاطر يعني يبطل بشكل كويس. انما لو هو الراجل حاسس ان هو لا ده وقت وهقدر اجيب نفسي بعد كده، انا شايف ان عبد الله يكمل. عبد الله لعيب كويس جدا، السنه اللي فاتت كان كويس، يعني برضو كان باين شويه وكان فايق جدا يعني وكان مردوده رائع جدا. فعشان كده ممكن ايه يعني عبد الله شويه ان انت ما حطش شيكابالا لما نزل، شيكابالا حركته بقت قليله شويه، وده مش شيكابالا انا اتعودت ان انا اتفرج عليه. مش بعيد عن مستواه، لا بعيد عن لياقته البدنيه، الراجل حركته بدات تقل شويه، بس تلتمس له ان الراجل قعد حوالي 3 شهور مصاب او 4 شهور، وبرضه حته السن ممكن هي دي اللي مقصره شويه. فكل ده هيبان مع وقت الدوري، بعد 5 6 ماتش الناس دي بتخش تبدا بقى تبان الناس دي فعلا هل هي هتقدر ان هي تكمل ولا هتقدر ولا خلاص كده السن ليه حكم. تمام.